كيلو من الباميه، سواء بقى باميه مجمده او باميه فريش المتاحه عندنا. هنحتاج لها بصلايه تكون مفرومه ناعم، معلقه كبيره من الثوم المفروم، وهنحتاج كمان حوالي كوبايتين عصير متسبكين، وكمان عندنا مكعب من مرقه دجاج كنور او مرقه اللحمه. نستخدم النهارده مرقه لحمه كنور لانها هتدي طعم حلو جدا جدا، وهتغنينا ان احنا نحط لحمه مع الباميه. كمان عندنا شوربه مغليه ليا مبشوره او معلقه كبيره من السمنه اللي متاحه عندنا. طبعا لو في ليا مبشوره هتديكي طعم حلو جدا جدا. هنحتاج كمان رشه سكر، رشه بهارات سبعه، وملح وفلفل اسود. دي كده مقادير الطاجن بتاعنا. الطريقه بقى هنا هنعملها بطريقه لذيذه جدا، فيها كام تركايه بسيطه كده بس صدقوني الطعم حكايه. تعالوا بينا بقى في البدايه كده ناخد السمنه او الليا. دايما كده لما بروح عند الجزار والاقي عنده ليا فعلى طول بجيبها واخليه يفرمها لي في المفرمه، وابتدي احطها في كيس وافردها تماما كده تبقى مبططه قوي، بحيث ان انا لو احتجت لتسبيكه زي كده فبروح كسره حته منها واحطها في الحله، فده بيساعدني جدا ان انا اشتغل على طول. تعالوا بينا بقى ايه، نحط حله على النار ونحط فيها معلقه السمنه. تمام، لو ما عندناش ليا او ما بنحبهاش هحط كمان البصلايه المفرومه، ويلا بينا بقى نشوح البصلايه كده لغايه ما تاخد لون ذهبي فاتح. البصلايه بتتشوح كده، يلا بينا قدلها البهارات السبعه ورشه السكر. رشه من البهارات تتحمص واحنا شغالين وبنشوح البصل، والبصل هنصفره نخليه ذهبي مش غامق ومش ابيض. كلنا قبل رمضان جهزنا وحضرنا تفريزات ومن ضمنها الطماطم المتسبكه، فانا جبتها علشان تسهل عليا وما توقفنيش كتير، على طول هنحط الطماطم هتبقى متسبكه مش هتاخد معانا وقت خالص. زي ما انتم شايفين كده البصل بدا ياخد معانا لون شويه. انا عامله النهارده كيلو من الباميه، تمام، فعندي كيلو من الطماطم متسبكه. تعالوا بقى نحط الطماطم المتسبكه بعد ما خلاص زي ما انتم شايفين كده البصل اخد لون ذهبي فاتح. يلا بسم الله. وبما ان الطماطم متسبكه فمحتاجه ان انا احط ميه مغليه شويه صغيرين بس كده عشان اعرف ان انا اقلب بقى كله مع بعضه بالشكل ده. بينا ننزل الباميه المغسوله طبعا، وانا هقول لكم نعمل ايه في الباميه علشان ما تعملش معاكم ماده لزجه. نحط بقى شويه ميه كمان. والله لو عندي شوربه تمام جدا. بما اننا بقى ما عندناش شوربه والنهارده هنعمل كفته، فمحتاجه اعمل طاجن باميه يطلع زي ما قال الكتاب. فهحتاج مكعبين من مرق الدجاج نور باللحمه علشان يعوضوني ان انا مش حاطه لحمه جوه الباميه. هناخد مكعبين هتدينا طعم حلو جدا جدا، وبجد بجد هتظبط الطعم. يلا بينا. ادي واحد وادي التاني، ونقلب بقى ونخلي بقى الطماطم بتاعتنا او الباميه بتاعتنا تاخد وتدي كده وتتسبك مع الطماطم ومكعبين المرقه والبصلايه اللي اتحمرت. انا هنا عندي معلقه كبيره من الثوم المفروم. هنعمل ايه؟ هبتدي احط نص الكميه نيه بالشكل ده فوق الباميه. تمام؟ فصين الثوم النيين دول مع الباميه بيدوا طعم خطير. ونغطي ونسيب بقى الباميه على نار هاديه كده
علشان تستوي. اهم حاجة علشان البامية ما تلزقش معاكي في الحلة وتشيط منك، راعي دايما انك انت من وقت للتاني تقلبيها، ولو نقصت ميتها تزوديها. نرجع بقى من البداية، لو انا ده انا عندنا شوربة انا مش واخدة بالي، يبقى نزود بيها لما نحتاج. لما نشتري البامية، لو البامية متوفرة عندك في السوق وهتشتريها طازة، اولا بننقي البامية تكون كلها نفس المقاس، تمام؟ بنجيبها نغسلها كويس قوي قوي، وبعدين نصفيها وهي كده قبل ما تتقمع، نصفيها تماما وننشفها من ميتها خالص، وبعد كده تبدأي انك انت تقمعيها، تمام؟ لو عملنا العكس، قمعنا وبعدين غسلنا، اللي بيحصل نبقى فيه مادة مخاطية جوه البامية بتبتدي تطلع وتخلي الدنيا مش لطيفة. فيبقى بنعمل ايه؟ بنغسلها وهي سليمة، وبعدين نصفيها تماما من المية، وبعدين نقمعها. واحنا بنقمعها راعوا دايما ان كنتوا تعملوا فيها فتحة صغننة كده بالسكينة تساعد الصلصة ان هي تخش جواها عشان تدي طعم حلو قوي للبامية. وخلاص البامية بدأت كده ايه تتسبك كويس قوي وتاخد من طعم الشوربة، وكنا حاطين لها مكعبين من مرق الدجاج كنور علشان يعززوا معانا الطعم ويعوضوا ان احنا مش حاطين فيها لحمة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة. والريحة بقى مش قادرة اقول لكم، لا ولسه احنا كنا حاطين كمان حوالي كده معلقة صغيرة من الثوم المفروم الني. خلاص هتبل بقى بالملح والفلفل عشان تبقى خلاص كده البامية مش ناقصها اي حاجة خالص غير اخر خطوة فيها اللي هقولها لكم بقى لما يجي وقتها. نحط الملح ونقلب واشيل بقى البامية كده، تمام؟ اروح احطها في الطاجن، بس قبل ما احطها في الطاجن محتاجة شوية شوربة صغيرين، احط لها شوية شوربة ويلا بينا. هنشيلها، بسم الله الرحمن الرحيم، ومجهزين طاجن الفرن علشان ادخلها على طول. مش محتاجين نغطي ولا حاجة، الطاجن هو هيدخل كده وهيقعد في الفرن حوالي ايه نص ساعة بالكتير ويطلع معانا زي الفل. وعلشان البامية كده تحلو اكتر واكتر هنحط لها قرنين فلفل سلام عشان طعمهم يطلع كده في البامية وبس. يلا بينا بقى نشيلها. افتح الفرن الاول ودخل الطاجن، بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده وعلى اعلى درجة حرارة كده شوربتها موجودة فيها، خلاص الدنيا تمام وزي الفل. مش محتاجين اي حاجة غير انها تدخل تقعد نص ساعة في الفرن وتطلع بقى زي الفل. خلاص كده هايل، حتة طاجن بقى خطير. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. خد لون كده والدنيا ايه ما شاء الله، اللهم بارك، زي الفل. يلا عندنا بقى طاسة على النار عشان نعمل فيها الطشة بتاعت البامية. تاخد زبدة نحطها في الطاسة، تطشة البامية. حطينا زبدة على النار، احط فيها معلقه ثوم، ولو دقين الثوم في الهون فيفضل ان احنا نحط له رشه ملح، اما لو فرمينه باي مفرمه او حاجه فانا برضو لازم احط له رشه ملح وانا بحمره علشان ده بيفرق جدا في الريحه وفي الطعم كمان بتاعه الطشه. ونبتدي نحمر بقى كده لغايه ما الثوم ياخد معانا لون ذهبي فاتح. هنا الطشه دي بقى اختياري للباميه، في ناس بتحبها وناس ما بتحبهاش، فليكم مطلق الحريه، بس صدقوني هتدي طعم لذيذ جدا. ما تنسوش ان احنا كنا حاطين في الطاجن معلقه صغيره من الثوم الني تماما من غير ما نشوحه ولا اي حاجه علشان ياخد او الباميه تاخد طعمه، فيبقى طعمها حلو قوي. هجهز معاكم كمان الكزبره الناشفه، تمام؟ معلقه كده بس، مش هحطها غير لما الاقي التومه ابتدت تصفر علشان ابتدي اشوف الدنيا واضحه قدامي ولون التوم ايه بالظبط، لان لو حطيت الكزبره دلوقتي هتغمق الدنيا فمش هبقى عارفه التومه وصلت لايه.
حدق التوم زي ما هم شايفين كده ياخد اللون الذهبي. فجي الوقت ان انا احط دلوقتي الكزبره. ملاحظين ان انا مكتره بس الزبده حبه صغيرين زياده، لازم الطشه كده تبقى الى حد ما كده ايه زي ما هم شايفين كده فيها نسبه الدهون عاليه شويه عشان تبقى طشه كده محترمه تنزل كده على الملوخيه او الباميه تديها طعم حكايه. ودي احلى طشه دي ولا ايه؟ الطشه خطيره تمام، ادت بقى شكل وطعم وريحه تجنن.